من النمسا أيضا ومن مقر انعقاد المؤتمر ينضم إلينا مراسل الغد أحمد الشيخ. أحمد، يعني أصداء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتوقيع على عدد من المذكرات، مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاقتصادية التي حدثت اليوم، ما هي؟ هناك بالفعل عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم توقيعها بين الجانبين المصري والنمساوي. شاهدنا هذا قبل المؤتمر الصحفي، وشاهدنا خلال المؤتمر الصحفي رصدا للقضايا التي تم بحثها خلال اللقاء المشترك بين الرئيس المصري ومستشار النمسا. قضية الإرهاب كانت قضية رئيسية، وقضية الهجرة أيضا يعني رئاسة النمسا للاتحاد، لمجلس أوروبا أو لمجلس الاتحاد، مجلس الاتحاد الأوروبي وأيضا الاتحاد الأفريقي، الجهتان قررتا أن هناك زوايا أخرى يمكن مناقشتها فيما يخص الهجرة، ليس فقط وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين من الدول الأفريقية إلى الأوروبية، ولكن أيضا معالجة أسباب الهجرة. ولهذا السبب يعقد المنتدى الذي نتابعه من هنا، الذي تستضيفه النمسا أيضا، فيينا بالتحديد، ويشارك فيه دول، يعني زعماء دول أفريقية وأوروبية والاتحادان الأفريقي والأوروبي. يبحث هذا المنتدى العوامل التي تساهم في زيادة الهجرة، ويبحثها بشكل إيجابي، يبحث التغلب على هذه الأسباب. يرفع المنتدى شعار الاستثمار في العمليات الرقمية، زيادة التكنولوجيا والاستثمار في التكنولوجيا، وإضفاء الصيغة الرقمية على كافة مناحي الاستثمار والعمل في أفريقيا. قد يستغرب البعض أن التكنولوجيا ليست المجال الذي يتبادر للأذهان عندما نتحدث عن أفريقيا، ولكن المنظمين يقولون أن 70% من سكان أفريقيا من الشباب، و70% من سكان أفريقيا يستخدمون الهواتف المحمولة. وبالتالي كان الاستثمار في التكنولوجيا والعوامل الرقمية يعني سيكون السبب الأفضل لمواجهة الهجرة غير الشرعية والهجرة بشكل عام. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الشيخ، مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة النمساوية فيينا. شكرا جزيلا لك.